التمر معمر بطريقة جد بسيطة وجد سهلة، كيعطي منظر جميل 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 بزاف. وخا يكون عندكم التمر صغير ما تخافوش، ما غاديش يحشمكم لا في مناسبات لا مع ضياف. بقاو معايا تبعوا الفيديو لاخر الخطوة، فعلا طقوس زوينة 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 بزاف، وغتشوفوا معايا كيفاش كندوز عاشوراء هنا في امريكا. مساء النور، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات قناة سيهام سكوكين شانل. اليوم ما غنديرش معكم غير وصفة، غندير معكم طقوس ديالنا هنا في امريكا، كيفاش كنحتفلوا بعاشوراء. يعني بقاو معايا بخطوة جد 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 بسيطة، باغا نعمر معكم التمر وغادي نوريكم الطبق اللي غادي نوجد لعاشوراء، وفرجة ممتعة. غنبدا بالتمر. عندي هنايا التمر، يعني هذا الشيء اللي عندي في الدار، يعني اللي موجود عندي في الدار ما تقديتوش. عندي هذا التمر، هذا اورغانيك يعني طبيعي ما عندوش العظم، وهذا عندي هنايا كبر منه حيت له العظم. عندي هنا اللوز كنت صوبته يعني كاراميليزي، ودرت معاه الزنجلان هكا بالطريقه هذه. عندي عقده اللوز، اللي اللوز مع مسلوق مع ناشف مع السكر مع شويه ديال المسكه الحره مع الزبده ومع فاني الزهر. عندي هنا هاد لي بونبون هادو، يعني هاد الفانيل على هاد الشكل هذا ولا اي شكل عندكم. وعندي هنا اموند ايفيلي اللي غادي نخدم به هاد التمر، وغادي ناخذ حبات ديال بيستاش من هاد المزيج ديال الفواكه الجافه. هناخد ماء الزهر، وناخد نابكن ولا ورق المطبخ. انا خديت هنايا نابكن، غادي نحاول اني ناخد ماء الزهر هنايا، ونبدا نمسح به التمر بهذه الطريقه. اصلا انا مسحتو، غير بغيت نوريكم الطريقه كيفاش كنمسح بها التمر، يعني كيفاش كنلبسو باش تجي فيه ديك النسمه ديال الزهر. هنا مسحته كله بالزهر صافي، وغنبقى على هاد الطريقه حتى نكملهم. وغادي ندوز دابا باش نوريكم كيفاش كنعمر التمر. هنا عندي هاد التمر الصغير، اصلا هذا عندي ما فيش العظم، ما نتوما محلوش حلينه هما غير من هنا. ناخذ سكين وغادي نفتحو. هنا انا فتحته بهذه الطريقه. غناخذ عقده اللوز، ديروا على حساب التمره اللي عندكم، الا كانت تمر كبير غديروا العقده كبيره، كانت تمر صغير غديروا العقده صغيره صافي. وغادي نحاول اني نضغط عليها بهذه الطريقه. هنا غادي ناخذ القليل من الجليكوز، خديت القليل من الجليكوز درته في الميكروويف، وغادي نبدا ندهن هنايا. صافي، وناخذ هاد لي بونبون غادي نوضعهم في اناء. خديت لي بونبون حطيتهم هنايا، وغناخذ التمره اللي دهناها بالجليكوز وغادي نضغط عليها بهذه الطريقه هذه حتى نحصل على هذا الشكل هذا. غادي نطرف الجوانب، هذا الشكل الاول، غنطرف الجوانب وغنوضعها. بنفس الطريقه غادي ناخذ
تمرة أخرى وغادي نعمرها بعجينة اللوز. نحاول اني نضغط عجينة اللوز حتى تشد ليا لا فورم ديال التمرة. ناخذ القليل من الجليكوز ندهنها وناخذ اموند ايفيلي ونبدا نضغط به بهذه الطريقه. نبقى نعمر فيه بهنا بحال هكا حاولوا انكم تثبتوهم مزيان. وهذا هو الشكل ديال التمره معمره بالاموند ايفيلي. ندوز للشكل الثالث، غادي نحاول اني نزينها بالبيستاش. الا ما كانش عندكم بيستاش كاين هذيك الزريعه الملونه اللي كتكون فيها الاخضر هي كتجي زوينه. انا عديت داكشي اللي عندي، يعني ما حاولتش اني نمشي نتقدى ولا شي حاجه. اللي عندي غادي نحاول اني نخدم به ونحاول اني نوجد به الطبق ديال عاشوراء، لانه من بين الحويجات اللي ما خصناش ننساوهم وثقافتنا وتقاليدنا. يعني كنحاولوا اننا حتى هاد الطقوس نرسخوهم في وليداتنا، يعني ما ينساوهمش هنا ولو اننا حنا ماشي زعما في ارض الوطن. اكيد غادي نديروا طقوس ديال الدين ديالنا وديال الوطن والانتماء ديالنا. صافي غادي نكملها حتى هي بهذه الطريقه. وهنا صوبت الشكل ديال البيستاش. بالنسبه لهذا التمر الكبير هذا غنحاول اني ناخذ العقده صغيره بزاف، يعني ما غادي نديرها على شكل رقيق بزاف حيت عندي اصلا هذا التمر كبير. يعني صافي وغادي نوضعها في الداخل مزيان. حتى هي غادي ندهنها بالقليل من الجليكوز وغناخذ اللوز اللي كنت صوبته كاراميليزي وغادي نثبتو بهذه الطريقة فوق عقدة اللوز. حتى هو كيجي بشكل مختلف وغادي نبقى نكملهم ونرجع معكم باش نشكل معكم الطبق اللي غادي نحطو وغادي نوجدو الطقوس ديال عاشوراء. التمر ديالنا ها هو جاهز من بعد ما شكلته. نفس الشيء بالنسبة التمر اللي كان عندي كبير. هنا لاحظتوا واخا عندي التمر صغير وداكشي يعني ما تقديتش التمر، وشوفوا كيفاش عطاه واحد الشكل، واحد فريمون واحد الرونق غزال غزال غزال. يعني ما غنقولش لكم سوا في المذاق سوا في الشكل كيبان هماوي. اوكي دابا غادي ندوز باش نشكل معكم الطبق ديال الفاكهه اللي هي بالمكونات اللي عندي موجوده. غنحاول اني ندير ان ميلونج ونتمنى انه يجي زوين ويعجبكم. تمر معمر بطريقه بسيطه، يعني واخا يكون عندكم غير تمر عادي، انا فعلا كان عندي تمر صغير صغير بزاف وعادي
نشوفوا زعما المنظر ديالو تبارك الله كيبان كبير. هنا عمرته باللوز كما شفتوا، الثاني بالبيستاش، الثالث عمرته باللوز كاراميليزي، الرابع اللي قلت لكم بانه تقدروا تعمروه بالزريعه ملونه ولا شي حاجه، انا عندي تما زريعه عاديه. والاخر درت فيه لي بونبون كما شفتوا، نتمنى تجربوها فعلا، وصفه زوينه وكتزين تزين المائده ديال اي مناسبه، سواء عاشوراء سواء اي مناسبه، نتمنى تجربوها وتردوا لي الاخبار. وغادي تشوفوا معايا الطبق ديال الفاكهه ديال عاشوراء، حتى هو غادي نوريه لكم في الصوره اللي جهزته باش تشوفوا معايا الطقوس كيفاش كنحتفلوا بعاشوراء هنا في امريكا بطقوس مغربيه. وجدت لكم هذا البلاطو ديال الفاكهه اللي ما كيخطاش اي بيت مغربي. نتمنى هاد عاشوراء تكون ان شاء الله اخر الاحزان، وان شاء الله يربي يوقف هاد الوباء. عواشر مباركه بالصحه والعافيه. شاركت معكم هاد البلاطو يعني باش تفكروا الطقوس ديال عاشوراء من هنا من امريكا. بصحتكم بالصحه والعافيه. وهنا كيف ما شاهدتوا معايا في الاول تمر معمر. This is date with toppings. Enjoy with your family. Happy Ashura.